السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سلام على الله عليك يا شيخ الفاضل. تفضلي. بالنسبة لإسائل النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، إني أرى المسلمين يسيئوا للنبي، الحكام والمسلمين جميعا في كل مكان. لما لا يحكموا بشرع الله؟ لما لا يحكموا بالقانون والمادة والآية كذا؟ لما لا يحكموا بالآية والمادة كذا؟ أحسنتي أحسنتي أحسنتي. نعم أوافق الأخت السائلة. خلاص كل الطرق كلهم يسوء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أوافق الأخت المتصلة بارك الله فيها على لزوم تطبيق شرع الله، وننادي في كل مجلس وفي كل موطن وفي كل حين بأن يطبق شرع ربنا، لأن عدم تطبيق الشرع مؤذن بالعذاب. قال الله تبارك وتعالى: فإن تولوا، أي عن الحكم بما أنزل الله أو ببعضه، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ثم إن الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأطالب الأخ الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير بالسعي الجاد لتطبيق شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، وتعيين بطانة صالحة للتحول إلى الشريعة بدلا من التحول الديمقراطي العفن، والله أعلم.